أهلا بكم. أكدت وزارة المالية في العراق أن مقدار العجز في الموازنة المالية لعام 2018 بلغ 19 تريليون دينار. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أسعار النفط ساعد الحكومة في عدم اللجوء إلى الاقتراض، مبينة أنها تؤمن مبلغا لا يقل عن 6 تريليونات دينار لتأمين رواتب الموظفين والنفقات المهمة الأخرى لمدة 3 أشهر في حالة الطوارئ. أعلنت جمارك محافظة خوزستان الإيرانية منع تصدير مجموعة من المواد الغذائية إلى العراق عبر السوق الحدودي لمنفذ جذابة المحاذي لمعبر الشيب العراقي. وأضافت الجمارك الإيرانية أن قرار منع السلع يأتي لتنظيم السوق المحلية والحد من ارتفاع أسعار هذه المنتجات بشكل كبير، وأن المواد الغذائية التي شملتها أو التي شملها قرار منع التصدير هي الطماطم وصلصة الطماطم واللحوم وأنواع الصويا. أعلنت شركة تسويق النفط في العراق سومو أنها تدرس الاستحواذ على صهاريج التخزين لتخزين النفط في سوقها الرئيسية في آسيا. وأوضح قسم تسويق النفط الخام والغاز أن سومو أقامت مشروعا مشتركا مع لتاسكو الذراع التجارية لشركة لوك أويل، وبدأت سومو بتوريد خام البصرة لشركة الصيني تشين هو أويل، كاشفا عن إقامة مشروع مشترك بين الشركتين قريبا. ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس إلى أكثر من 82 دولارا للبرميل الواحد. ارتفع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي إلى 82 دولارا و24 سنتا للبرميل، كما سجل سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي سعرا بلغ 72 دولارا للبرميل. كما أن المخزونات الأمريكية من الخام سجلت زيادة بمقدار بلغت 369 مليون برميل. قالت مصادر في كردستان العراق إن الجانب الكردي اتفق مع الجانب التركي على افتتاح معبر زيت الحدودي بين أربيل وهكاري. وقالت المصادر إن الجانب الكردي والتركي اتفقا على فتح معبر زيتا الذي يعتبر الثالث من نوعه بين كردستان العراق وتركيا، مبينا أن فتح المعبر يهدف إلى تسهيل الحركة التجارية بين الجانبين وتسهيل حركة الشاحنات، حيث أنه يعد الأقرب بين أربيل وتركيا. دعا النائب ستار العتابي الحكومة في بغداد إلى الالتزام بوعودها التي أطلقتها بشأن تخصيص الأموال اللازمة لمناطق الأفضلية والمعامل والنصر. وقال النائب إن الحكومة وعدت قبيل الانتخابات البرلمانية بإطلاق التخصيصات المالية لتنفيذ جميع المشاريع والبنى التحتية لناحية الأفضلية ولم يتم صرفها لغاية الآن، مشيرا إلى أن هناك مشاريع حساسة متوقفة بسبب عدم تخصيص الأموال التي أعلنت الحكومة عن إطلاقها في وقت سابق. أعلن مصرف الرافدين عن إطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 15 ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني. وقال المصرف إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة بواسطة البطاقة الإلكترونية، مشيرا إلى أن صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحة السلفة، وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.